الحضير. غادي ياكلوا صاحبي، راه دايرين بحال الدياب. الله صحابي دايرين بحال الدياب، غير يشوفوا النعمه صاحبي غادا كتمشي على رجليه يتبعوها. واش الاخوان السلام عليكم، لاباس عليكم انين، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. الى اول مره غتفرج شي احباب كلاشين ديال اريستون ضم العائله ديال الاساطير، دير شي جيم وشي ابوني. عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه. اليوم الحلقه ديال العيد، وعارفين النهار ديال العيد كيكون طويل، واليوم درت لكم حلقه خصوصا بالعيد. ويلا نبداو من بعد هذا الانترو. مالا هادو عاوتاني؟ تصور من كل مكان تفكر فيه احسن عبد هو السمع. ديال داك الاستاذ المعجزة. ساكن انا كبايت كلكم. يا والله الا بنادم صاحبي بدا تيفركل في هاد البلاد وحق الله. نجحتي مبروك عليك، ما نجحتيش العام الجاي تعاود صاحبي. يا الكحوره ما غاديش نرجع للحاج صاحبي، القحور العين صاحبي وبغيت يرجع لك للحاج، باش غيدير في الحاج تما زين. شتي الفليسات ولا هادو غا فلوس الكسابة وداوهم الشيخات. هاي 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 المليينات. فلوس معلم، فلوس صحيحة، فلوس الخضارة وفلوس الكسابة راه تما مشاو، فهمتيني؟ ديك 5000 درهم ديال الحولي اللي شريتي راه تما مشاو، راه مشاو عند الشيخات. ايوا سي حبيبك فينا هو حبيبك، الحولي هو اللي كسلو ماشي هو اللي كسل الحولي. في بلد اوروبي انت صح؟ لا لا لا، القطب الجنوبي. انا في بعثة استكشافية مولتها الحكومة المغربية لدراسة البطاريق، لأننا يعني نريد ان نستورد البطاريق عندنا في المغرب، فبدل ان نذبح الدجاج نصير نذبح نظرا لنسبة التزاوج العالية لديهم. هل تعرف ان انت البطريق الواحدة في حياتها تنجب اكثر من 1000 بيضة؟ فالبطريق يمكنه ان يحل لنا ازمة الغداء الدولية. قبلها كنت في استراليا اريد ان اصدر لحم الكنغر للعالم العربي. عليك ان تكون مبدع حتى في عملك، حتى في عملك. هذه شهادة الدكتوراه الخاصة لدي من جامعة ميشيغان في ولاية في امريكا. درست في ميشيغان، لدي بي اتش دي في الهبد، علم الهبد والهبديات، الهباد الاول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. كل افكاري هبدية، استطيع ان اتي بعشر هبدات في الثانية. شنو هي الهبدة؟ انا بغيت نعرف مين خرج لينا يا دخونا تا هو. والله تنظيمية محكمة، برافو لرجال الامن هنا بولاية امن تطوان الذين يسهرون على زيد زيد. اودي البوليس تا هو فرحان باقية متابعيها الكرام. هادشي غادي صحاب الباك، صحاب الباك هكا غدوزو ان شاء الله، هكا غيقلب عليك، غيقلب لك حتى تما صاحبي، شوف واش فيها شي نقله ولا لا. هي نطالب بخروج المسيح الدجال فورا. هذه تصلح لهذوك اللي هو في الشرق ولا في الغرب. زعما ولا لا عجبتني لافير، ما كاش كيفاش زعما خوتي هكا جيبوا الولاد عن بعد، ديروا العرس عن بعد، يا ما شقيش روحي. ايوا بوسع عن بعد، شكون بحالك؟ شكون شي واحد يتطوع يدخلني هاد لاباري للمغرب؟ راه غتنفع بزاف ديال الناس. لعنة امون عليكم، لعنة امون عليكم، امون لن يغفر لكم ابدا.
أبون لم يغفر لكم أبدا. لا لا السيدة صاحبي راه كيبان بحال هادوك اللي كانوا في العهد ديال قريش. والله إلا إلا كيشبه خونا راه حاقد صاحبي الدري راه حاقد. كنت درت تاع السكوتش الراجل ما بقاش بغى يبعد مني ديك الليله. هذه تلميذه مجتهده. كنقلب على واحد الكومونتير كنت بغيت نطلعو كنت غنطلع هاد البنت كنطلع واحد اخر وحده قالت لي انا درت لراجلي هادشي وما عجبوش الحال بدا يضحك عليا. المهم ما عقلتش على الكومونتير بالضبط. المهم كومونتير سلبي بما انها درت داكشي وما ما عجبوش الحال. فسمعيني حبي سمعوني كاملين البنات راه ما يمكنش عمرك اختي كنتي كديري شي حاجه وتجي بق هاك. لا ولا البنات ديما تنقول لكم اختي بعد الكومينيكاسيون خصك داك راجلك يكون فيه صاحبك خطيبك داك الدري الصغير اولا داك البنت الصغيره اللي تتلعبي معاها فاش كنتو صغارين في الزنقه بحال هكاك تكون الغولاسيون بيناتكم باش اختي ملي غتجي ديري لي هاد السكوتش وهاد الشيء تمتعوا تشوفي فيه ويشوف فيك وتمتعوا ماشي انت دايره السكوتش وتديري في السكوتش. انا بغيت غير نفهم هاد البلان ديال السكوتش. انا راه ما فهمتش. انا راه كنت كنضحك على واحد حاجه اخرى طاحت في بالي ولكن ما فهمتش البلان ديال السكوتش. تتمتعي بالسكوتش كيفاش؟ ايوا شتي شنو قلت لك الكسافه صاحبي راه زاهيه زاهيه مور العيد راه زاهيه مور العيد صاحبي راه قلت لك فلوسهم هما غيمشيو غير في الشيخات كلشي مات بقاو غير المهمات والماتهم اللي معاهم من الخير مالك المهمه تبرعك وتكسيك وتشري لك الطوموبيل وتشري لك الموتور وتشري لك الايفون. ايه ايه كاينه عندها الحق عندها الحق. المهم المهم غتهلا فيك من الاخ. اللهم صل على رسول الله. غنمشي غنمشي لورا غمس ليا معاك هادي الله يحملك الوالدين هكاك ما كيوصلش الطبله صاحبي راه ضروري يقول لي غمس ليا. وليدات موروكو دايرين لي بيتيزا دايرين لي بيتيز وقيلا دايرين داك النهار الواحد يجيب الادوات ديالو الدفاتير ديالو فشي حاجه غير معتاده. لا لا كدير التجنيد صاحبي كديرها صاحبي سهل داكشي سهل تمشي هكا شو هكا غيبقاو يفيقوك بشويه وتشرب القهوه على خاطر كيجيبوا لك الفطور حتى الفراش ديالك عادي عادي كاين هادشي. ويلي ويلي اش جاب لينا. اوه وبنادم كبرت لي الميساج كتبت لي الساده بلونجلي خارج جو كي دي بيبي بيبي اي لاف يو كانت تبص عليا ديما الدري غتصك تلعب عليها العشره لا يدي عندك ما تهدرش معاها حتى تهدر هي هو توليني انايا واه من الصفر ما هو هذا خارج وشاف جوا سيتوبي قالت لك بغات ارا وشاف جوا انت دابا نسردي لي اللهم سير سير اه كاينه اه الو دابت وحدك كبيده انا نرجع اوبي لا لا غير مون بير حدايا مون بير من هذا يا حبيب غير اخويا بيسول عليا هادشي راه كتشم فيه ريحه الخمسه واول مره غيشريو لك التليفون اول مره كتدخل ليوتيوب فهمتيني ولكن فيه الميساج اصاحبي فيه ميساج في الاخر هذيك اللي جالسه مع السعودي ومصاحبه معاك انت وكتشارجي ليه فهمتيني كاين ميساج. والاخوان وصلنا نهايه الفيديو كنتمنى الحلقه تكون عجبتك. الا عجبتك الحلقه دير شي جيم وشي ابوني علاش لا وقليل اللي كيوصل للفان ديال الفيديو ولكن انت وصلتي للفان ديال الفيديو دخل عندي الانستغرام اللي هو هذا خذ الكادو ديالك ونتلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله. تهلا فراسك وتهلا في والديك تهلا.